السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم عادل. في شيء حبيت أبلغكم، طبعا لأن إحنا بنشتغل معي شركة وبنشتغل كونتراكت متعاقد، في ناقصنا شيء الذي هو التأمين، تأمين الأسنان. إذا رحنا صلحنا من نفسنا بيكون مبالغ باهظة جدا، وما قدرنا نحصل، ما نعرف كيف نحصل صراحة تأمين، يعني كشخص بما أنه ما عنديش، ما بنشتغلش في شركة موظف دائم ولا كم بيشتغل في شركة الخاصة. فإذا في أحد منكم دكتور أسنان ولا أي شيء ممكن ينصحني ايش اعمل بالموضوع هذا، نشوفه هذا بوريكم السن. يعني ركزوا دكاترة الاسنان فقط، لا تسرجوا الثاني لانه بتفتجعوا. هذا كذا هذا السن الاخير، هذا اوكي، شوف هناك زي الكبة كرة. هذا السن آخر آخر كيف كيف هذا؟ تقصنا حشينا أكثر من مرة ولكن بلا فائدة. فنتمنى منكم النصائح، ايش نسوي ايش نعمل، لان في اصبحت في كره هنا، كره القدم. اي نصائح نرجو انكم ما تقصروا معنا. شكرا جزيلا، اخوكم عادل، السلام.